ايدي السيسي في الاسماعيليه. بفضل الله سبحانه وتعالى احنا انضمينا للحمله الرئاسيه الرسميه من خلال 33 حزب وحمله وحركه، من خلال كلمه السيد المشير اللي القاها وقال انا حملتي هتكون حمله غير تقليديه، بمعنى حمله شعبيه. واحنا النهارده في الاسماعيليه بنبدا بالمبادره دي عشان تبقى اول مبادره على مستوى الجمهوريه ونبقى نموذج للاخرين اللي احنا متوحدين على قلب رجل واحد بنتجرد من اي شيء. والنهارده بندشن الحمله الشعبيه الرسميه الموحده في محافظه